الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك خاصمنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهرة والدرجات العلا من الجنة والدرجات العلا من الجنة والدرجات العلا من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك إضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا واملأ ميزاننا بالحسنات. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب وكن لنا في كل أمورنا يا كريم يا وهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجزه على ما قدم للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل ذلك في موازين حسناته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق قادة المسلمين. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين. اللهم إن قادة المسلمين اجتمعوا في رحاب بيتك العتيق وفي هذه الليلة الشريفة. اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم ووفقهم لما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. اللهم أعد لهذه الأمة وحدتها ومجدها وعزها يا ذا الجلال والإكرام، وانصرها على أعدائها يا قوي يا عزيز بقوتك وجبروتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. إلهنا 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 ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. يا من ليس معه ملك فيغشى، إلهنا لا تردنا خائبين في هذه الليلة المباركة أجمعين. اللهم ما أنزلت فيها من خير وصحة وعافية وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. نسألك أن تحقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم في سوريا، اللهم احقن دماءهم في بلاد الشام، اللهم ارحم بعضهم واجبر كسرهم وتوسع امرهم. اللهم انهم مظلومون فانصرهم، اللهم انهم مظلومون فانصرهم. يا ناصر المظلومين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا منجي المؤمنين، نسألك أن تنقذ إخواننا في بورما. اللهم أنقذهم من المعتدين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق واجمعهم على الكتاب والسنة وفي كل مكان يا رب العالمين.
اللهم اكتب لاجتماع قادة المسلمين التوفيق والنجاح والخير والصلاح والفلاح. اللهم اجعلهم موفقين مباركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم للقرارات الصائبة الرشيدة والآراء الحميدة السديدة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك الخائفون الذليلون. نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين وندعوك دعاء الوجلين. نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم ألا تفرق جمعنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا عزيز يا غفور اللهم اغفر وارحم لموحد هذه البلاد. اللهم اغفر لمن سبقنا إلى الدار الآخرة من علمائنا وولاتنا وأمرائنا وأقاربنا وأحبائنا. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم أصلح نساء المسلمين وفتياتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زينهن بالحجاب والعفاف والاحتشام. اللهم احفظهن من التبرج والسفور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفقهم وأعنهم. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفق رجال أمننا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة أجمعين الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة بسم الله العزيز الجبار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم عافنا من الذنوب ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحمنا برحمتك.